هذا سيف، سيف انطعم بالكامل. عشان سيف يقدر يحصل على المرور الأخضر على تطبيق الحصن، لازم يستلم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل 30 يوم. هذه مريم، مريم غير مطعمة بالكامل. عشان مريم تقدر تحصل المرور الأخضر على تطبيق الحصن، لازم تستلم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل 48 ساعة. مثل مريم، كل فرد لم يتم تطعيمه بالكامل أو لم يستلم الجرعة المعززة يقدر يحصل على المرور الأخضر صالح لمدة 48 ساعة. هذا حمزة، حمزة حصل على نتيجة إيجابية لفحص مسحة الأنف. عشان حمزة يقدر يحصل المرور الأخضر على تطبيق الحصن، لازم ينتظر لمدة 11 يوم للحصول على المرور الأخضر تلقائياً صالح لمدة 30 يوم.